هناك من يريد أن يعود من جديد. شوف بالمناسبة أقول لكم، المدخل هو الإصلاح الديمقراطي، المدخل الثاني هي المصالحة الوطنية بين كل أبناء الوطن الواحد، المصالحة بين الإسلاميين والعلمانيين داخل الوطن الواحد، المصالحة بين أهل السنة وأهل الشيعة في الوطن الواحد، المصالحة بين العرب والأكراد والعرب والأمازيغ وغيرهم في الوطن الواحد، المصالحة بين المجتمع المدني والمجتمع الحكومي، وقيام العلاقة على مبدأ الشراكة لا مبدأ التناحر، في تقديري بأن علينا أن نبني نظرية المصالحة الوطنية الشاملة، فهي المدخل لتحقيق الإصلاح الديمقراطي، وفي نفس الوقت المدخل للتنمية على المدى البعيد، لأنني أعرف جيدا كثيرا من العلمانيين وطنيون وكثير من الإسلاميون وطنيون، لكن الأساس الأيديولوجي يؤدي إلى تباعدهم، فالصراع الجاري اليوم هو صراع أيديولوجي وليس صراع سياسي. مع الأسف الشديد لقد غلبوا الأيديولوجيا في الصراع والتناحر عن الصراع السياسي، وعلينا إبعاد الأيديولوجيا إن أردنا بالفعل أن نحقق إمكانية عودة واستئناف الربيع الديمقراطي خلال هذا العقد والعقود المقبل. نسير في الخط الحلزوني لازلنا؟ طبعا التاريخ كله يمشي في خط الحلزوني، لا وجود لأمة في تاريخ البشرية اتخذت خطا مستقيما في السير. كيف ستنهض الأمة الآن؟ بمعنى بدأنا الربيع الديمقراطي هو امتداد، هي تمدد إلى الأمام، ثم عدنا إلى الخلف بعد الانكسار، كأننا عدنا إلى نقطة الدائرة. لا، نحن عدنا إلى دائرة أعلى ولكن إلى الخلف. ستبدأ عملية العودة، وهكذا هذا الخط الحلزوني اللولبي سيمشي في التاريخ. هذه هي فلسفة التاريخ، الذي لا يعي فلسفة التاريخ لا يمكن أن يقدم رؤى للمستقبل للأمة. فالأمة بالفعل تعيش خطا حلزونيا جاريا بدأ في الربيع الديمقراطي وانكسر، ولكن هذا ليس إلى الانكسار الأول أو الموجة الأولى، وإن شاء الله ستأتي القوى التي ستعمل لإعادة ارتفاع منسوب الربيع الديمقراطي في العقد المؤقت. طبعا من هي هذه القوى؟ هل هي القوى الإسلامية؟ هل هي القوى العلمانية؟ هل هي المصالحة الوطنية؟ كل هذا الشيء يجب أن نناقشه وننظر له ونحدث نظرية في الدولة تساعدنا على إمكانية إنجاز مهام الربيع الديمقراطي في 2030 أو 2040 أو 2050 أو حتى 2100. لما لا؟ يجب أن ندخل العصر فقط. متى سندخل العصر؟ قد نتخلف، لأن مسار التاريخ هو حلزوني، ولكن أيضا هو قد يكون بطيء في لحظة ما وسريع في لحظة ما، هو ما يسميه هيجل بمكر التاريخ. مكر التاريخ معناه قد تظن بأن الهدف ما زال يحتاج لمئة سنة، لكن تسارع الأحداث بشكل كثيف يؤدي إلى اختزال المئة سنة إلى عقد، وقد يختزل العقد إلى سنة. هذا في مكر التاريخ ضروري أيضا ننتبه إليه حتى لا نكون مغفلين، وهو أن الثورة أو الإصلاح بين يدينا ولكن نضيعه كما ضيعنا.